انا بصراحه قاعد بتظبط عشان المجاميع السنه مش كويسه، وشايف في برضو عدم تناسق في الدرجات الاصليه للطلبه. ازاي عدم تناسق؟ يعني شايف في بعض، كان في بعض تسربات للمواد العلميه، وبعض الناس بعض المجاميع غش، وبعض الناس جايبه مجاميع مش بتاعتها اساسا. فلقيت يعني بعض طلبة يعني ذو كفاءة عالية جايبين درجات مش كويسة، يستحق مجموع درجة كبيرة، وجاب 76%، وكان يستحق طبعا درجة أكبر من كده، ولكن دي مش درجته أصلا. يعني رغم إن هو في طلبة أقل منه مستوى وجابوا أعلى من كده، فشاف لي يعني تظلمات بالنسبة للطلبة اللي كان معاه في الدروس الخصوصية وكده. يعني أنا بقول المطبعة السرية يجب يعني إحكامها أكبر من كده، والموبايلات بتاعت الطلبة يجب إن ما فيش طالب أصلا يخش من باب المدرسة، من باب المدرسة بأي موبايل. فإحكام للأمن برضه يساعد برضه المدرسين على إحكام الطلبة. ممنوع أي موبايل، أي موبايل يتاخد منه أو يتعمل له معرض غش. وأي موبايل